هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم حتى مساء يوم أمس الخميس أكثر من مليون ومائة وتسعة وخمسين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليونا ومائة وألفي شخص هذا وقد حصل على الجرعة المنشطة (نحو 270 الف شخص). هذا ويشدد الفريق الوطني الطبي على ضرورة المبادرة والتسجيل للحصول على التطعيم للوصول إلى المناعة المجتمعية التي ستسهم بدورها في عودة الحياة الطبيعية.